على هواء مباشرة فضيلة الشيخ عمرو الليثي. شيخ عمرو اهلا بيك. السلام عليكم احمد بيه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ الحمد لله حبيبي، والله يسر ونعم، تحياتي ليك. ربنا يخليك. يعني انا يعني شايف انتم ازاي ساكتين على ده؟ يعني ده بيدعي ان هو معالج روحاني، وزي انت ما شفت يعني ايه معالج روحاني؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. عليه السلام. احمد بيه طبعا يعني حضرتك انا يعني بشكرك جدا، ودائما يعني ادعو لك بظل غيب. انت الوحيد من النواب المحترمين اللي واخد هذه القضيه. والله نواب كتير واخدينها، نواب كتير بيتحدثوا عنها. والله انا للاسف نفسي اشوف حوار مجتمعي، نفسي اشوف يعني حد مهتم زي حضرتك. انا على الفضائيات لما بيتناولوا الموضوع ده بيتناولوا بس كشو، لكن حضرتك فعلا بتجيب قضايا وبتهتم بالموضوع ده لان اكثر من 10 سنين لو حضرتك فاكر طبعا يعني. طبعا طبعا طبعا. معالج روحاني هو بقت كلمه مسمى لمن يشتغل او يتصدر لعلاج السحر والمس والحسد، وهي مسمى خطا، هي اصلا رقيه شرعيه. ودائما لما تلاقي حد يقول لك انا معالج روحاني اعرف انه دجال على طول. طبعا. وبيقول هذا المسمى علشان يجذب ناس كتير جدا جدا جدا. طبعا انا شفت التقرير اللي سعادتك يعني اذعته دلوقتي، ودي ماساه جديده تضاف الى المآسي اللي احنا طول عمرنا بنتكلم فيها. وزي ما قلت حضرتك دائما وما خفي كان اعظم. دي تجرأت وطلعت وقالت وعملت محضر في الشرطه. دي انا عايز اقول لحضرتك لو ورا الحاله دي هتلاقوا مئات. ما هو ده تجرأ، ودي حاله ظهرت اكيد عمل كده مع ناس كتير جدا. صحيح. لكن الناس خايفه على نفسها وخايفه على سمعتها. انا في امي يا استاذ احمد جت قالت لي الحقني وعماله تصوت وتعيط. ايه يا ست خير؟ قالت لي انا لو جوزي عرف هيذبحني انا وبنتي. ايه اللي حصل يا ستي؟ بتقول احنا رحنا لشيخ عشان يعالجها بقى يعتدي عليها. وانا اسف طبعا للساده المشاهدين. مش هنقول عليه شيخ بقى. بقى يفعل معها يعني شبه العلاقة، وامها حاضرة بينها وبينها ستارة او ملاية يعني زي ما بيقولوا. بحجة ان هو بيطلع لها الجن. بحجة ان هو السحر السفلي وهو لازم يعالجها بالطريقة دي عشان السحر يتفك. فعلا في محاضر شرطة بتحرر بده كتير قوي من مجني. انا اطالب يا احمد بيه، اطالب من زمان بنقول ان لابد ان الدولة تتصدر بجميع اجهزتها، وطبعا الداخلية مش مقصرة بصراحة يعني. لما تم القبض. بقول لك يا شيخ عمرو، فاكر اللي هي كانت اللي كان بيدعي ان هو اللي قبضت عليه الاداره العامه للبحث العام والعامه بالتنسيق مع الاداره العامه لحمايه الاداب كان الشيخه خديجه. اسمها ايه؟ الشيخه خديجه المغربيه. الشيخه خديجه المغربيه. عشان اتكلم هو طلع راجل بقى، خد بالك ده طلعت شويه عيال صيع. ما انا هتكلم عليها دلوقتي. ايوه. هفكر الناس بيها. وده كتير جدا 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 يعني. وطبعا حضرتك مشكور جدا ان موضوع يعني تشريع المراقبه على الفيسبوك والكلام ده طبعا ما شاء الله حضرتك يعني قايم بمجهود رائع وجبار في هذه المساله، وهي دي بدايه الخير يا احمد بيه. ان شاء الله. مراقبه السوشيال ميديا، لان الناس مخدوعه باي حد بيطلع في التلفزيون، باي حد ليه صفحه يقول لك ده شيخ وبيقول قال الله وقال رسول. زي صفحه حضرتك مثلا، انت صفحه رسميه معتمده من فيسبوك. انا موثقه. أنا طبعا من أنا وأنت لو مش صح عمرها ما تتوثق يعني، ده حقيقي بفضل الله عز وجل. لا هو النصاب مش هيتوثق له صفحة يعني. طيب لازم يحصل توعية مجتمعية، لأن أنا قلت لحضرتك وما خفي كان أعظم. أعراض بتنتهك، أموال بتصرف، إحنا 15 مليار جنيه على الدجالين ومشعوذين في مصر. أنا قلت قبل كده لابد إن الدولة تنشئ مراكز بإشراف الأزهر وضبط الصحة وزارة الشؤون، ونعمل مراكز نفسية أسرية. طيب. يبقى في راقي شرعي. ما هي نصيحة حضرتك قبل ما أختم معاك؟ وإن شاء الله بإذن الله يبقى لنا لقاء كده في حلقة مع حضرتك في رمضان إن شاء الله تسحر معانا. شرفنا يا أحمد بيه، شرفنا. هيبقى السحور حلو على فكرة، خد بالك. أكيد. فعاوزين نقول لحضرتك إيه توعيد حضرتك كراجل صاحب خبرة وفكر ورؤية حقيقية في هذا المجال؟ هو الشيخ عمرو الليث الحقيقة راجل في كل الفضائيات الحقيقة، وكل يمكن وسائل الإعلام المختلفة بتثق في رؤية حضرتك على مدار 15 سنة. أنت صاحب رؤية واضحة في هذا المجال الحقيقة، وأنا بأكد ده أمام جموع المشاهدين. إيه نصيحتك للأسر؟ لأن الموضوع ده زاد قوي على السوشيال ميديا، هذا النوع من النصب على السوشيال ميديا. باختصار سريع يا أحمد بيه، أول حاجة مش لازم تروح للشيخ أصلا عشان السحر والمس والحسد. أنت تقدري
تخش على النت وتنزلي برامج علاج وتقري القران هتخف ان شاء الله. لو اضطريت تروح الشيخ لازم الواحده يكون معاها المحرم بتاعها، مفيش واحده تاخد بنتها او واحده تروح بنفسها لشيخ وتقول الشيخ لا ما ما هتعرف ازاي انه شيخ حقيقي مش شيخ تايوان؟ ما هو ما هو للاسف يعني اذا اضطرت لده هتروح لشيخ لازم ما يلمسهاش، ما يحطش ايده عليها، يقرا قران بس، ولازم يبقى في وجود محرم معاها، ما ينفعش يبقى يعالجها وما يضحكش عليه يقول لها انا زي الدكتور. لا، لازم يكون كل واحده تروح لشيخ يكون معاها راجل محرم ليها. تمام. ويكون يقرا قران بس وما يلمسش الحاله وما يضربهاش ولا يطلب منها اسمها اسم الله او اثر او صوره. تمام. شيخ عمرو انا بدعوك ان شاء الله تبقى معايا في احدى حلقات كده شهر رمضان الكريم. كل سنه وانت طيب، كل سنة طيب وكل التحيه والتقدير لحضراتكم. يعني معانا على كرسي The Voice Egypt، حقق حلمك، صوتك حلو، بتعرف تغني، بتعرف تقلد كاركتر ممثل او مطرب مشهور. برنامج The Voice Egypt بيقدم لك فرصه ذهبيه دلوقتي، تقدر تشارك معنا في برنامج The Voice Egypt. للمشاركة لجميع الأعمار كلمونا على 011-041-60-317. The Voice Egypt، انت النجم.